حكينا على مشروع مناهضة العنف المسلط على الشباب خاصة في الوسط المدرسي. ما زلنا مواصلين معكم المشوار وحديثنا حول الموضوع هذا تتسويت في الأكتواليتي. أكتواليتي ماتينال. أكتواليتي ماتينال. المشروع متاع مناهضة العنف المسلط على الشباب في الوسط المدرسي يتواصل لمدة 6 أشهر، كان انطلق منذ 4 مارس. الدورة التكوينية الأولى كانت في مدينة جربة. حاضرة معنا مدام عفيف صديم رئيسة الوكالة الديمقراطية المحلية للمشروع هذية. أكثر تفاصيل ناخذها مع مدام عفيف. صباح النور. صباح النور وصباح الورد ليك ولكل العاملين معك في الماتينال. يعطيك صحة مدام عفيف على تدخلك معنا. المرة اللي فاتت هكا خذينا فغيفمون الحقيقة تفاصيل حول الدورة التكوينية اللي كانت في مدينة جربة نهار 4 مارس، أما حبينا ناخذ معك أنت أكثر تفاصيل على اعتبار أنك المنظمة للمشروع هذية في الإطار اللي باش يتواصل مدة 6 أشهر. بارك الله فيك وفرصة على إتاحة الفرصة لتقديم المشروع هذايا والدورة اللي تمت في جربة. أنا نائبة رئيس وكالة الديمقراطية المحلية. وكالة الديمقراطية المحلية هي جمعية أسست من 2017 وموجودة بالقيروان وتخدم في مجال الحوكمة المحلية وخاصة تركز على تشريك المواطن في الشأن المحلي، معناتها بكل الفئات نتاعو، معناتها نحكيو على المواطن، المرأة، الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، كل الفئات المجتمع وكل مكوناته تحاولوا أن تدفعهم نحو المشاركة النشيطة في الشأن المحلي. بالنسبه للحقيقه معناتها زوج مسائل. الوكاله كانت نظمت بالتعاون مع مندوبيه التربيه ومندوبيه الشباب ندوه جهويه كانت تحاول العنف في الوسط المدرسي، وقامت اساسا على تقديم نتائج لدراسه ميدانيه شملت مع تعينات مختلفه اللي هما التلاميذ والاسره التربويه، وحاولت معناتها تدخل لهالبيئه المعقده هذه وتشوف شنو ما معناتها المظاهر نتاع العنف هذه، وخاصه اقتراح بدائل مع مختلف الفاعلين والمؤثرين في الشأن التربوي. هذا معناتها بالنسبه للندوه اللي قمنا بها. الوكاله هي الحقيقه في اطار شراكه مع افريقيا سنتر اللي هو الراعي لمشروع اسمه جذورنا، والمشروع هذا يقوم اساسا على معناتها التصدي ومقاومه التطرف العنيف من خلال معناتها مقاربه اللي هي تكون مقاربه تشاركيه ويكون محورها شباب. جاء ملتقى في جربه اللي هو ملتقى من الهشاشه نحو المرونه والتصدي لدى الشباب، اللي هو الحقيقه جماعه معناتها ممثلين من الشباب فئات عمرية مختلفة، مستويات دراسية مختلفة، فيهم شكون ناشط في المجتمع المدني، فيهم اللي ما عندوش حتى علاقة بالنشاط معناتها المجتمعي، كانوا معناتها موجودين معنا معناتها من ولاية القيروان مع شباب أخرين من ولاية مدنين، والملتقى صار في جربة هذية، وكان أيضا بحضور أيضا ممثلين على المؤسسات التي تعنى بالشباب بالشؤون الاجتماعية، بالمراكز المختصة، مركز فرصة ثانية، مراكز الإحاطة والدفاع الاجتماعي. الحقيقة كانت معناتها تنوع على مستوى المشاركين. هو الموضوع الأساسي بالنسبة للملتقى هذية هو الحقيقة الوقوف عند ظاهرة الهشاشة لدى الشباب والأسباب نتاعها، العوامل اللي تؤدي للهشاشة، واللي معناتها قدمت أيضا زادة دراسات تخدمت على المناطق هذية حول الهشاشة الاجتماعية الاقتصادية التربوية والنفسية، واللي هي معناتها تنجم تكون منعرج أو منزلق نحو معناتها سلوكات محفوفة بالمخاطر لدى الشباب وربما تأثيرات سلبية تدعوهم إلى التطرف العنيف، واللي هي الحقيقة مرحلة معناتها متشدة ونتمنى أنه للمجتمعات نتاعنا توصل لها وللشباب معناتها يوصل للمرحلة هذه. يعطيكم الصحة على الحقيقة أي مدام عفيف. جيت عنا في دقيقة خاطر نظرا لضيق الوقت، وحنا ان شاء الله مش تكون حاضره معنا انت مدام عفيف لهنا، خاطر موضوع فيه برشا ما يتطرح وبرشا ما نحكيو في 30 ثانيه معناها كلمه الختام في الاطار هذا، وان شاء الله اكيد معناها باش تكون حاضره معنا في الاذاعه مباشره. هو الحقيقه معناتها المهم برشا انه المؤسسات اليوم تنفتح على قدرات الشباب والامكانيات نتاعو وتضمنهم المشاركه والتعبير على ارائهم، لانه اليوم هالمؤسسات هذه لازم تقوم بالدور وتخلي فرصه للشباب معناتها في الابداع والتفكير، وينجم يقدم معناتها مقترحات اللي
اللي هي اليوم تنجم تكون مبنية على خطاب إيجابي، على قيم إيجابية، وتخلي هذه الكل صمود نحو التطرف العنيف والتشدد اللي نجم معناتها ينزلق فيه الشباب، وهذا الكل معناتها يعود بالمضرة طبعا على المجتمع نتاعنا. يعطيك الصحة مدام عفيف صدام، نائب رئيس الوكالة الديمقراطية المحلية، على تدخلك معنا في الإطار هذا، وإن شاء الله باش يكون عندنا مصافحة أخرى في هذا الموضوع على اعتبار أنه المشروع يمتد لستة أشهر. احنا نكونوا هكا كملنا ويكاند الحياه في معكم اليوم بصفه استثنائيه، ونمشي بكم مباشره المؤتمر الاول لامراض القسطره القلبيه بولايه القيروان، وين حاضرين زملائنا مباشره. نعطيه الكلمه لزميلنا رحايم المجبريه.